قد اشتريت فيصل رزاز وهو جاي لعندنا لين مستشفى الحمد. احنا طبعا نازحين بالجملة بعد تقريبا 7 شهور نازحين. اتصل علينا انه وش يجي، فكنا نقول له تعال من الـ60 وقال بيختصر الطريق بينزل لعند مستشفى الحوض بدون ما يقول لنا على اساس انه يوصل لنا بسرعه. فاجئنا امس الساعه تقريبا 9 الناس اتصلوا علينا يقولوا انه قنص اخذوا من المستشفى. يعني ايش تقول كلمه واحده؟ ايش تقول هذه الكلمه لكل عفاشي لكل حوثي؟ اخذتم مننا اغلى ما نملك. احنا نملك اغلى مما تملكون. احنا نملك ارادتنا، نملك عزتنا، نملك كرامتنا، نملك ان نبقى على هذه الارض مهما فعلتم بنا. اخذتم زوجي في بداله 1000 1000 فيصل، اخذتم ابناءنا في بدالهم 1000 1000 ابن. كلنا ثابتين على الحق، كلنا نقول منصوره يا تعز، منصوره يا تعز، وحسبي الله ونعم الوكيل على من قنص زوجي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. صح ان احنا الان رايحين ندفن ابي رحمه الله عليه، بس كلها علشان تعز وعلشان بلادنا وعلشان يبقى راس تعز مرفوع. تعز هي قلب اليمن، وهي اللي بتعز اليمن، وهي اللي بتزحف لا صعده وبتطهر اليمن من الميليشيات الحوثيه.